شموخة بين الشعوب غالي واسمه نبض القلوب. ويبقى اليمن غاليا عند اليمنيين مهما اشتدت بهم المعاناة ومآسي الحروب، فهو شعب جبار لا يرضى إلا أن يعيش حرا مكرما. ففي وادي حضرموت نظمت السلطة المحلية حفلا فنيا وخطابي احتفاء بأعياد الثورة اليمنية سبتمبر وأكتوبر ونوفمبر لما لهما من واقع في نفوس اليمنيين حينما تخلوا عن ظلم مورس في حقهم من قبل أدوات ظنت أنها ستظل تتحكم في شؤونهم ومسار حياتهم. هو كان لابد يعني مهما كانت الظروف كان علينا أن نحتفل بذكرى ثورة 14 أكتوبر مع إدراكنا للتعقيدات القائمة والظروف القائمة في البلد، إلا أن هذا لم يمنع من أن تحيا ذكرى 14 أكتوبر المجيدة. الحفل حضره عدد من الوزراء والذي تزامن مع تكريم الدفعة الأولى من خريجي جامعة سيئون، الجامعة الناشئة والتي أتاحت لأبناء وادي حضرموت الحصول على حق في التعليم الجامعي بعد معاناة التنقل إلى محافظات أخرى طلبا للعلم. تزامن هذا الحفل مع تخريج أول دفعة من جامعة سيئون الوليدة، فكان هذا الحفل له دور كبير في هذا الجانب، أعطى الحفل رونقه. هذا الاحتفال والاحتفالات هي كلمة وفاء وعرفان لقائد المسيرة الرئيس عبد الرب منصور هادي باعتماده إنشاء جامعة سيئون، ونحن اليوم تخريج أول دفعة من هذه الجامعة. فالأعياد الوطنية يقف عندها اليمنيون ليعيدوا ذكريات الماضي البغيض وما قابله اليمنيون من تصدي واستبسال لتلك القوى الرجعية المتخلفة ليعيشوا بعدها بحرية وسلام. تتجدد ذكرى الأعياد الوطنية لتعزز قيم الانتماء للوطن والحفاظ على مكتسباته والذود عن كل ما يحاك حوله من مؤامرات للنيل منه. فهمي بارمادي، قناة سهيل، سيئون.